بسم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة ضمن حلقات برنامج الإدارة بجدارة. ما زلنا مع التخطيط. تحدثنا في الحلقة الماضية عن كيفية صياغة الأهداف، وطبعا الهدف من الخطة أساسا هو تحقيق أهداف المؤسسة. وذكرنا نقطة قلنا سنتحدث عنها في هذه الحلقة، وهي معنى الرسالة ومعنى الرؤية ومعنى الهدف الذي تحدثنا عنه سابقا. الرسالة هي سبب وجود المؤسسة. المستشفى ليش هي موجودة؟ شو رسالتها؟ شفاء المرضى. المدرسة تعليم الطلاب. والرؤية هي النظر إلى المستقبل. الرؤية هي النظر إلى المستقبل. لذلك قلنا أن الأهداف لازم تتلائم مع رؤيتنا ومع رسالتنا كمؤسسة. فلما بنحط الأهداف، أهداف تكون متناسبة. مين بحط الأهداف؟ الإدارة العليا الكبيرة، الأهداف الكبيرة والهدف العام، والأهداف الصغيرة بدها تخدم الهدف الكبير. مثل واحد بيكون موجود بحط أعلى درجة بده يوصلها، الدرجات الصغيرة هن بيساعدونا لنوصل لفوق أعلى شيء. وإن شاء الله نتابع في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.